مساء الخير واهلا بحضراتكم ولقاء جديد واسبوع جديد من باب الخلق. يعني العباره اللي بنقولها دايما يا رب تكون الامور كلها تمام، ولو مش تمام حاول تخليها تمام. لازم الحياه صعبه والحياه فيها تفاصيل كتير، والحياه كمان فيها ناس حلوه كتير قوي، فنتمنى ان انت تكون من الناس اللي بتقع في الناس الحلوه. التطعيمات تسجلوا اساميكم اللي عايزين يطعموا، وارجو ان في بعض الناس تقول بلاش تطعيم، مش بلاش تطعيم، لا ادرسوا الحكايه كويس، يعني ما تسمعش من حد، وخلوا بالكم لان الحالات عماله تكتر وعماله حالات بتتدهور وحاجات زي كده. فما تاخدش، اذا خدت قرار بانك مش هتطعم لازم تكون عارف ليه، مش لمجرد ان فلان قال لا او فلان قال كذا او مش هتطعم، لان التطعيم حاجه في منتهى الاهميه تعيد انتعاش الدوله مره اخرى ان شاء الله. احنا روحنا باب النصر وباب الفتوح، مكان جميل جدا كلكم عارفينه طبعا، واللي مش عارفينه تعالوا نتعرف عليه، تعالوا نتعرف على التاريخ اللي هي تاريخ الدوله الفاطميه في الاساس، لانه هي الدوله الفاطميه هي اللي عملت القاهره. للناس اللي الحكايه دي ممكن تكون مش موجوده عندهم في الذاكره او في الحاجات اللي قروها، انما القاهره اسست باسم المنصوريه الاول وبعدين القاهره، واسستها الدوله الفاطميه، ثم توالت عليها بقى القيادات والحكام وعملوا حاجات وحاجات وحاجات. لكل طوبه في القاهره حكايه. احنا كنا قبل كده رحنا زرنا باب زويله واللي هو بنسميه بوابه المتولي، واتكلمنا عنه ان هو باب كان فيه حكايات كتيره جدا. الدور ده بقى رحنا الناحيه الثانيه، الباب الثاني اللي هو عند الجامع الضخم اللي عمله الحاكم بامر الله. والله نفسي اعمل لكم ارجع تاني، انا اتكلمت عن الحاكم بامر الله بس نفسي ارجع تاني اتكلم، لان الراجل ده حكاياته فيها غموض، فان شاء الله نعد لكم التقرير بتاع الحاكم بامر الله. بس قبل ما نرجع نعيد، احبكم تبصوا على باب الفتوح وباب النصر، وانت ماشي من الباب كده تبص تلاقي فيه زاويه صغيره، مش زاويه ولا حاجه، ده مقام صغنن كده، طلع لي حكايه عن الراجل وحكايه عننا احنا، حكايه عن الراجل اللي مدفون في المكان، وحكايه عن نوعيه الشعب ده لما يعوز يعمل حاجه يا ترى بيعملها ولا لا. تعالوا نروح باب النصر وباب الفتوح، ونروح عند سيدي حسن الزوق. باب الفتوح وسموه باب العز، لكن المصريين فضلوا مصرين على انه هو باب الفتوح وباب النصر، بوابات القاهرة. الباب ده معمول سنة 480 هجري، يعني بقاله 1000 سنة إلا شوية، عملوا بدر الجمالي. صباح الفل. هنا في قصص ورا الباب ده، في قصة اللي عمك سيدي الزوق. ايه حكاية الابواب بتاعت القاهرة؟ احنا كنا رحنا عند باب زويلة وحكينا حكاية باب زويلة. الباب ده لما وسعوا القاهرة، يعني حبوا يوسعوا القاهرة، مين بدر الجمال ده؟ وايه حكاية الشدة المستنصرية اللي تفاصيلها ما اقدرش احكيها من بشاعتها؟ يعني الحالة كانت مش بقى جيم، الحالة صفر، الناس مش لاقية أي حاجة تاكلها، لدرجة إن بيقول لك إنه المستنصر نفسه، المستنصر بالله الخليفة، باع كل ما يملك عشان ياكل، لدرجة إن اللي بقى اللي حلته في الآخر خالص حتة سجادة صغيرة كده عليها وبقى بخشب، مفيش غير كده.
حكايه فيها تفاصيل كتير. عايزه رواقه كده، الدنيا هنا دوشه، هناخد لنا جنب كده ونحكي لكم عن اولا دي من اعظم، من اجمل يعني، بلاش اعظم، دي من اجمل الحاجات الفنيه في تاريخ الحضاره الاسلاميه. الابواب دي، الباب هتشوفوه من جوه، الباب موجود نفسه، وكل ابواب القاهره هي طراز اسلامي في منتهى الجمال. يعني من اهم طرازات الحضاره الاسلاميه في البنى في العالم الاسلامي كله. طب ليه بقى بنوا السوار الجامده دي؟ ومين اللي بناها؟ وبدر الجمالي ده ارماني مش مصري، ملوش دعوه بينا خالص. ليه استدعاه الخليفه المستنصر؟ قال له تعال حقني، احنا غرقانين. فجه اصلا هم الفاطميين دول جم منين؟ هو يقول لك انه في المغرب عبيد الله المهدي قال انا حفيد جعفر الصادق. هل الكلام ده دقيق؟ في ألف كتاب بقول الكلام ده كلام فاضي، الراجل ده ملوش علاقة خالص بالفاطميين. سموهم الدولة الفاطمية العبيدية لأن اسمه هو عبيد الله. طب إيه الفاطمة؟ دي فاطمة الزهراء رضوان الله عليها بنت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. انتسبوا ليها. ليه بقى؟ لأنه قبليها بمئة سنة كان في الأدارسة في المغرب برضه، والأدارسة دول من السلالة، لأن هتلاقي اللي أسس الأدارسة دول هو واحد قريب جدا من سيدنا الحسن ابن الحسن ابن الحسين. فجي واحد بعد 100 سنة قال لك أنا برضه من السلالة وأنا من جعفر الصادق وأنا وراح عامل دولة في المغرب. في الفترة دي الدولة العباسية كانت متقطعة حتت. حكاية طويلة مش كده؟ عايز قاعدة. هناخدكم ونقعد ونحكي الحكاية. إيه اللي حصل؟ وإزاي هما جم؟ وإزاي مشيوا؟ وكأن شيئاً لم يكن؟ لا. خدنا الشعب المصري، يعني التاريخ اللي بيقول مش أنا. خد الحاجات اللي على مزاجه. وساب الحاجات اللي مش على مزاجه. يعني بعض الاتجاهات في المذاهب الشيعية مش كلها بتسب الصحابة، محدش من المصريين أبدا عمل كده خالص. لكن يعملوا موالد، نعمل موالد، يحبوا أهل البيت، طبعا إحنا بنحب أهل البيت، يعملوا فانوس رمضان والكحك والحاجات في العيد وعاشوراء والحاجات دي كلها نعملها، الحاجات المفرحة. لكن الحاجات التانية ما عملناهاش خالص. مين اللي خلص القصة دي بقى لما هما جم الفاطميين في مصر؟ اللي خلص بعد حكم يعني تقريبا 300 سنة، لما جه عمك صلاح الدين الأيوبي قال لك مفيش. ليه بقى؟ لأنه صلاح الدين الأيوبي ما كانش يقدر يحكم بذاته كده، مش من عندنا، مش من هنا. طب أمال نعمل إيه؟ تعال، إيه اللي مقطوع؟ الحمد لله على السلامة. إزيك؟ أنت عامل إيه؟ إيه اللي مقطوع؟ المية مقطوعة؟ لا، الشبشب. الشبشب مقطوع. أنت عامل إيه؟ الحمد لله، أنت كويسة؟ الله يكرمك يا حاج. لا، الشبشب ايه اللي قطع؟ الشبشب كنت رايح اعمل تحليل السكر، الشبشب اتقطع الحلاجه. معلش نجيب لك غيره دلوقتي حالا. ربنا يوسع عليك. حاج عفيف بيشتري لك شبشب حالا دلوقتي. انا فرحانه قوي. اقعدي استنيني. بقول لك ايه، انا فرحانه ان انا شفتك. وانا كمان، وانا والله. نورت حي الجماليه. الله يكرم، منور بيكي. وحي بني ايجار. الله يكرمك. صباح الفل يا حبيبي، صباح الفل. فصلاح الدين الايوبي ما يعرفش يحكم لوحده. يحكم لوحده ازاي؟ وكان الخليفة الفاطمي مات خلاص، وصلاح الدين الأيوبي جاي من فوق، من الشام من فوق، فقال لك لا احنا تبع الدولة الخلافة العباسية، وجاب واحد خليفة قال لك هو ده الخليفة، حاطينه كده ديكور، يلبسوه كده شوية كويس ويدوا له 100 دينار في الشهر يعيش ويتبسط وخلاص، بس منظر كده، فيبقى هم تحت مظلة الخليفة. لما جه صلاح الدين الأيوبي لغى كل حاجة وراح قافل الجامع الأزهر اللي هو كان تبع المذهب الشيعي، وراح مودي صلاة الجمعة والصلاة الرسمية وكله في مسجد عمرو بن العاص.
وانتهت القصة، واستمر صلاح الدين الأيوبي 100 سنة والأسر تتوالى. تعالوا بقى نحكي عن الشدة المستنصرية وعن عمك الزوق وعن بوابة الفتوح أو باب الفتوح حسنية. يلا بينا. ضريح العارف بالله سيدي الزوق، ايه الحكايه دي؟ اي حد داخل من هنا وخارج يلاقي كده، ايه ده؟ هل ده طفل؟ يعني ده مقام طفل او ضريح طفل؟ لا ده راجل. طب هو العارف بالله بيعمل، احنا المصريين بنعمل فيه كده؟ يعني لو هو رجل من الناس الصالحين يعني احنا بنعمله مقام بالشكل ده؟ قال لك لا، اسمع الحكايه. عمك الزوق ده كان موجود، كان في توه. خلي بالك في اكتر من روايه، بس كل الروايات بتقول ان كان في توه. لكن في توه انت عارفين الفتوات عملهم عمنا نجيب محفوظ بصوره رائعه في اكتر من روايه، مش كلهم مؤذيين، فيهم كويسين وفيهم وحشين. ده بقى كان كبير الفتوات، هو الحكيم بتاعهم، بحيث ان فتوة الحسنية، فتوة كذا، فتوة كذا، فتوة النحاسين، فتوة اي حرم الحارات، لو اتخانق مع فتوة تاني في مشكلة، يلجأوا لمين؟ لعمك الزوق ده. في مرة حصلت خناقة جامدة، تدخل الزوق معرفش ياخد لحق ولا باطل، وصل الامر للحاكم، قال لك اسجنوهم الفتوات دول عاملين مشاكل اسجنوهم. المبدا ده مش موجود، لان الزوق هو كبير، هو اللي يحل المشاكل، انما الفتوات ما تتسجنش، لان معنى كده ان هو ملوش لازمه. قال لك لا هنسجنهم وانت امشي يلا. فيقول لك انه في ليله من ليالي القاهرة القديمة، الزوق زعل قوي، حس ان مكانته اتهزت وان وضعه بقى مش تمام وان هيبته راحت، معنى كده انه لازم يمشي. فقرر انه يمشي ويغادر القاهرة، يغادر القاهرة من الباب، من البوابات. فيقول لك ان في ناس راحوا له بالليل قالوا له الحاكم هيقبض عليك وموتك عشان تعمل له مشكلة، عشان معترض على سجن الفتوات. فراح جاي بالليل هنا عند البوابة لقاها مقفولة مفيش خروج، فراح نايم حزين، فمن حزنه مات. فصحيوا أهالي القاهرة الصبح لقوا عمك الزوق نايم على الباب ميت. فقالوا هو مفيش كلام، هو هيدفن مطرح ما مات، محدش يقدر على الشعب. راحوا فعلا عاملين له تربه ودفنينه وعملوا له المقام ده. في واحد يقول لك لا لا، هو خرج، هو صحي الصبح خرج، لكن لما خرج وبص على باب القاهره كده وحس انه مش راجع تاني فقال لا مش حاضر، راح وقع ميت. فراحوا جايبينه حاطينه هنا. دي الروايات اللي بتتروي على الزوق. وفي ناس تقول لك لا، ده ممكن يكون لما جينا بالليل هنا الخليفه موته، وصحيوا الناس لقوه ميت راحوا برضه دافنينه هنا. كلها روايات خاصة بيه عمك الزوق والشعب المصري اللي آخر زوق، احتفلوا بالراجل. ثم تحولت القصة بعد الأيام إلى العارف بالله. هو كان راجل صالح فعلا، كان راجل طيب، وكانت الناس تحبه لأنه فتوه عادل، يعني بيدي كل واحد حقه، ما بيأذيش أهالي الحي ولا أهالي الأحياء الأخرى. هذه قصة عمك الزوق اللي محدش قدر رغم مرور 1000 سنة وأكتر على إنه يلمس هذا الضريح اللي في مكان غريب جدا وليه باب وليه كل حاجة. قصة رجل
من مصر. اما المصريين بقى يقول لي ماشي هنا زمان، يقول لك الذوق ما خرجش، الذوق ما خرجش. عايزين يحفظوا الراجل كرامته ان الذوق مات جوه القاهره حزنا، انما لم يغادر ابواب القاهره. دي اخر روايه موجوده في الكتب، روايه ليها معنى. حكيتها لكم زي ما انا قريتها، والمشهد بتاعه والمقام بتاعه ده هو بيتكلم لوحده. تعالوا بقى نشوف ايه هي الشده المستنصريه. ده زي ما انتم شايفين باب الفتوح عملاق. لو تفتكروا نحط لكم برضو باب زويلة، لانه الناحية التانية بقى باب زويلة تحت الرابع هناك، اللي هو اللي هي بنسميها احنا الشعبيين بيسموها بوابة المتولي. ده باب زويلة الناحية التانية هناك خالص تحت الرابع خلف مديرية الامن. ده باب الفتوح، ده بيخرج منه، يقول لك خرج منه صلاح الدين ورايح يفتح القدس، وخرج منه جيوش كتيرة جدا تفتح، فعشان كده سموه باب الفتوح. في بقى هناك باب النصر، ده كان برضو دي كلها بنسميها في التاريخ أبواب عسكرية، عشان القاهرة كانت عبارة عن معسكر. لما اتبنت القاهرة كانت مبنية عشان يعيش فيها الحاكم ويعيش فيها الجيش بتاعه ووزراؤه، ويقفلوا على نفسهم عشان الدولة وقتها كانت متقطعة حتت، في سلاجقة وفي قرامطة، كل دول بيهبشوا في حدود الدولة. بس الدولة الفاطمية لما حد يقول لك اتأسست في المغرب وجت في مصر، الكيان الكبير بتاعها اتعمل في مصر، مش مصر بس يا عم الحاج، دي راحت الشام وراحت الحجاز. لما تبص على الخريطة تلاقي دولة كبيرة جدا، دولة كبيرة موجود معاها الدولة العباسية متقطعة حتت ملهاش قيمة. يعني كانت دولة ممتدة، مغرب مصر وخد الشام كله، في فترات وفترات يروح وفترات يرجع، لأن طول الوقت كان في السلاجقة اللي هم الأتراك، وكان موجود الكرامتة دول عملوا مشاكل لا حصر لها. السور ده زي ما انتم شايفين كده، اسوار القاهره اتبنت على ثلاث مراحل. المرحله الاولى عمل جور الصقلي، او في بعض الاحيان يكتبوه جور الصقلبي، قلنا الحكايه دي قبل كده. وبعدين بعد سنين، اولا ايام جور الصقلي كانوا بيبنوها من القاهره، منها كان ميه النيل قريبه جدا، وكانوا بيعملوا من الطوب اللبني ده، فبنوها بسرعة، عملوا السور في سنتين عشان كان عمك المعز جاي، فعايزين يعملوا له المدينة بتاعته. طبعا انتوا عارفين القاهرة الأول كان اسمها المنصورية، وبعدين سموها القاهرة. ولحكاية القاهرة دي حكاية كده ما فهمتهاش بصراحة، حتى أقرا فيها كده بص فيها إيه ده؟ قال إيه؟ لما جم يعملوها جور الصقلي قال لهم عايزين، جاب منجمين وقال لهم عايزين نعملها باتجاه معين عشان الكواكب والشمس، عشان تبقى مدينه ظافره يعني. فحطوا مش عارف خشب كده وحطوا فيه اجراز وحبل، وقالوا هنشوف يعني هيعمل اي حاجه طالع، قصه كده ما فهمتهاش، اللي يفهمها يبقى يقول لي والله. وراحت وقفت غراب باين ولا ايه ولا حدايه، وقفت على السور، راحت الاجراز ضربه، راحوا البنايين بنوا. المهم ان هي اتبنت مش على مزاج، مش في الاتجاه اللي كان عايزه جور الصقلي من الاول، هي عناديه. ده اللي عجبني في القصه،
عشان كده سموها القاهره لانها قهرت راي جوهر الصقلي. ده كلام كده بيتكتب. وفي ناس تقول لك لا، هم سموها المنصوريه تيمونا بالنصر وفتح بقى وتاسيس كبير للدوله الفاطميه. وبعدين لما جه المعز لدين الله الخليفه بقى قال لك لا، هي القاهره لانها هي التي سوف تقهر الدوله العباسيه. والدولة الفاطمية راحت والدولة العباسية راحت، وفضلت القاهرة بتقول لأي حد خلي بالك، لأن أنا من أول ما اتولدت وأنا دماغي ناشفة. وليكوا في حكاية اسمها دي يعني عظة، وليكوا في حكاية عمك حسن الزوق اللي حكينا حكايته، عمك الزوق عظة. الناس حبت الراجل فدفنته تحت الباب. ويعني ورينا بقى الحاكم هيقدر يعمل ايه. الحاكم كانوا جبابرة، ما قدرش يفتح التربة وياخده، ما قدرش. الناس دفنته وقعدت جنبه خلاص. فالأسوار دي بانت ثلاث مراحل، جوهر الصقلي، وبعدين عمك بدر الجمالي، وبعدين عمك صلاح الدين الأيوبي. تحولات في الحكم وأيام مظلمة عاشها الناس، وأيام حلوة. لأنه لما جه بدر الجمالي ده غير حياة الناس صراحة. هو أرمني صحيح، لكن ده كان العالم كده وقتها. لكن تعال نشوف يا سيدي، ثمان أبواب بيتقال عنهم إيه بقى؟ إنه الثمان أبواب دول من روائع العمارة الحربية، يعني أبواب ليها علاقة بالحروب في الحضارة الإسلامية. من روائع الأبواب على مدى تاريخ الدولة الإسلامية الممتد لسنين طويلة جدا. خلي بالك الدولة الإسلامية، تيجي حد يقول لك الدولة الإسلامية دي إيه دي؟ يعني إمتى يعني؟ من أيام سيدك النبي وهي بتبدأ، عليه أفضل الصلاة والسلام، بتبدأ. بيبدأ يخرج من مكة ويخرج من المدينة ويروح تبوك ويروح وتبدأ ودومة الجندل. إحنا بنخرج، بيتوفى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ويذهب إلى الرفيق الأعلى، بيكمل أبو بكر، وبعدين بيكمل عمر. عمر بيعلى، لأن بقى دومة الجندل بقى والغزوات الكبيرة واليرموك والحاجات دي كلها في عهد عمر بن الخطاب تأسست، بتكبر الدولة. ولما خدوا الشام راحوا نازلين على مصر وبدأت الدولة تتسع من وقتها لغاية 1924، لما انتهت الخلافة الإسلامية في تركيا. انتهت، فبقت الدول بقى اللي انا قلتها لكم قبل كده. عايز احكي لكم عن سايكس بيكو والحكايه الفظيعه بتاعتها، لكن في يوم اخر. خلينا دلوقتي في القاهره القديمه. يبقى في فتره من الفترات كان في الدوله الفاطميه، فتره من الفترات كان في الدوله العباسيه، الدوله السلجوقيه، الدوله الحمدانيه، عد زي ما انت عارف. في الاندلس في دوله امويه، وهكذا الدول بتتقطع وبتكبر لان المساحه مهوله. انت عارف يا اخي المواطن، عارف يا اخي المواطن، لو انت بصيت للخريطه مثلا في عهد مثلا هارون الرشيد، وممكن في عهد ابو جعفر المنصور، هتجيلك صدمة نفسية. بقى هي دي الدولة بتاعتنا؟ هتبص هتلاقي خريطة مذهلة مذهلة. فوق من اسبانيا، كل اسبانيا كده، وبعدين واخد المغرب كله وماشي كل شمال افريقيا كله، كل الشام، تركستان ومكانستان وايران وترك كل ده، ونازل تحت كمان. تصور دي كانت دولة واحدة، كانت دولة واحدة. امال ايه اللي حصل؟ انا ايش عرفني انا ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل وخلاص. Thank you.
وهذه بوابة من البوابات المهمة في القاهرة القديمة، بوابة باب النصر. ده باب للجيوش المصرية المنتصرة، تيجي تخش من الباب ده بقى وأكاليل الغار والانتصارات والحاجات دي كلها. زي ما انت شايفين مكتوب على الباب يافطة من أيام العصر الفاطمي. الفاطميين هم شيعة إسماعيلية، يسموا الدولة الفاطمية العبيدية نسبة إلى عبيد الله المهدي، منتسبين أو ادعوا هذا الانتساب إلى فاطمة الزهراء رضوان الله عليها. فهتلاقي مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، علي ولي الله. ده شعار الشيعة متخذينه. واحنا علي حبيبنا سيدنا علي، يا سلام يا سلام يا سلام سيدنا علي، احنا كلنا نحبه جدا جدا جدا، نحب كل اهل البيت. رغم انه لما جت احتلالات في مصر كتير بعد كده، وهو لعبوا في السور دوت وشالوا حجر وحطوا حجر، وكانوا بيسرعوا الحجاره ويجيبوا حجاره وحاجات زي كده، والحمله الفرنسيه لما جت وقعدت هنا 3 سنين اشتغلوا في السور ده وكده، لكن فضلت اليافطه دي، وكان يعني الحاجات ارادت كده ان تفضل اليافطه دي بتقول ان هنا كان في مصر حكم الدوله الفاطميه. اللي هو ناس كتير، انا بقول برضو اللي ليا واللي عليا، انا ما انا لا حضرت ولا ليا حد قريبي كان موجود بيحكم مصر وقتها، ولا اظن كان جوز خالتي مات يعني ما كانش موجود. فما ده كتب التاريخ بتقول كده، ان الجماعه الفاطميين دول في شك كبير جدا في عشرات بل مئات الكتب ان ليهم علاقه بفاطمه الزهراء رضوان عليها، ما لهمش علاقه بيها. لكن هل ده الكلام ده اكيد؟ ما نعرفش. لكن هم جم وحكموا، وكانت الزمان الحاجات ايه؟ هم بيجوا ناس يحكموا والناس بتمشي الحال، الناس غلابه. وحكموا بقى من معز لدين الله لغايه ما وصلنا للاول. اقول لكم باب النصر ده مكتوب عنه شويه معلومات احب احكي لكم. شوف يا سيدي اللي عمله جوهر الصقلي، بس ما كانش هنا، كان جوه. ليه بقى؟ لان الجامع الكبير بتاع الحاكم بامر الله ورا هنا، ده اتبنى متاخر. فراح بقى عمك بدر الجمال راح ناقل الاسوار، وسع القاهره بعد ما بنى الحاكم بالله امره ده، بنى جامع كبير جدا، اكبر من اكبر الجوامع، بناه بره القاهره. فراح بدر الجمالي راح ناقل السور ده، نقله وحطه هنا، ادي اول حاجه. يبقى اشتغل فيه من زمان اسمه ايه، جوهر الصقلابي او الصقلي، وبعدين بدر الجمالي، وبعدين هيشتغل فيه صلاح الدين الايوبي. واستخدموا فيه، دي كان حاجه بيعملوها بقى، ويا اخي تسال نفسك مش سؤال، 43,000 سؤال. حكام كتير جوه مصر فعايزين يبنوا، ما فيش بقى مصانع حديد فلان ولا مصانع اسمنت فلان، مفيش كلام من ده، حجاره. طب الحجاره فين؟ ما هي مليانه في الاثار. بقى يخدموا الاثار، ياخدوا ويبنوا. يعني السور دوت واسوار كتيره في القاهره وغيرها 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 خدوا من الاثار الفرعونيه. تصدق ان احنا عندنا اثار مش قادرين نعدها؟ امال هي كان شكلها ايه يا ترى لو ما كانش حد خد منها؟ ففي السور ده في حجاره كتير من الاثار الفرعونيه. وبيقول لك يا سيدي من البوابه دي دخل بيبرس منتصرا، انتصار عملاق، لكنه في السكه قتل صاحبه قطز. اي نعم، هذا ما حدث في التاريخ. ويقال انه بيبرس لما جه بعد ما انتصر على التتار المغول دخل من هنا. بيقول لك لا، دي كمان اول مره يدخل فيها القاهره، كانت المره دي من هنا اول مره. عمك بيبرس قتل قطز، شفتوها في المسلسل وشفتوها في التاريخ. بس عايز اقول لك حاجه بيني وبينك ما تقولهاش لحد. لما حد يقول لك التاريخ الاسلامي كلهم قطعوا بعض حتت، قول له من فضلك تقول لي اوروبا كان اخبارها ايه؟ كانوا بيعملوا في بعض ايه؟ كان فيها ايه؟
هتلاقيهم مقطعين بعض اكتر مننا 180,000 مره. حتت حتت. يعني احنا كان عندنا رحمه كبيره جدا بالنسبه لتاريخ اوروبا اللي موجود قدامنا واللي هم بيسجلوه في افلامهم وفي كتبهم لغايه الحرب العالميه الثانيه. الاولى مات فيها 20 مليون كانوا بيتحاربوا على ايه دول؟ طب والثانيه مات فيها 50 مليون بيتحاربوا على ايه دول؟ ما عندناش احنا في معاركنا خمسينات مليون ابدا. لكن عندنا للاسف الشده المستنصريه التي اطاحت بثلث سكان مصر. صدق والله دي اللي مكتوب في الكتب، كتبوا عمك ابن دحية وابن إياس والمقريزي وناس كتير كتبوا عن الشدة المستنصرية. الكلب ده صوره كان يخش البيت، معلش الكلام جارح وصعب أنا عارف، بس ده اللي موجود في الكتب. كان يخش البيت يلاقي العيل يخش يهبشه عشان ياكله، والأب والأم مش قادرين يقوموا، ما عندهمش قوة خالص يعملوا أي حاجة خالص. ده اللي مكتوب في الورق في الكتب. ولذلك هو قاعد سلطان زمان، هو مستريح قوي. جايبه وراضي الكلب ولا لا؟ طبعا ده من السلاله، ده من سلاله الكلاب اللي كانت هنا في الشده المستنصريه. 7 سنين 1065 1071، 7 سنين بالتمام والكمال الشعب المصري مش لاقي ياكل بمعنى الكلمه. ليه بقى؟ اول حاجه انا مش بقول لحضراتكم تاني الكلام، الحكايه ديت حكايه دمها تقيل، فلو في اطفال يعني ما نحبش ان هم يسمعوا الكلام ده، لكن ده اللي حصل. ومش بجيب الكلام ده، الكلام في الكتب. ضعف الحكم اول حاجه، ثم تمزق الدوله الفاطميه، بياخدوا ده بيستولي على بلد وده بيستولي على بلد وهنا بلد وهنا بلد. وقلت لكم في حاجات متقطعه كتير جدا، هقول لكم اسماء حاجات كتير هتنسوها وانا كمان هنساها، مش مهمه. المهم ان الدوله بتتفتت. الحاكم اللي احنا بنتكلم في عصره حصلت اللي هو المستنصر ده، حكم 60 سنه، ودي حاجه غريبه جدا. يعني حاجه غريبه جدا في العهود دي ان في حاكم يقدر يستقر على كرسي العرش 60 سنه، ده ما بيحصلش. في الوقت ده كان كله بيدبح كله، فما كانش ينفع. لكن ليه بقى؟ لان هو بدا الحكم عنده 6 7 سنين، الحكم الوراثي بقى. لانه شوف لما عمك معاويه بن ابي سفيان بدا الحكم الوراثي، استمر بقى الحكم على كده. قوم شالوا الدوله الامويه وجت الدوله العباسيه، نفس القصه. شالوا العباسيه وعملوا الدوله الفاطميه، نفس القصه. عملوا الدوله الامويه في الاندلس، نفس القصه. ايه هي القصة؟ ان يجي حاكم زي ما قلت لكم قبل كده، مثلا حاكم عظيم زي هارون الرشيد، ويوسع الدولة ويوضب كل حاجة، يروح مقسمها على عياله، العيال يتخانقوا ويموتوا بعض، وبعدين عيالهم يتخانقوا ويموتوا بقى. الحكم بص يتفتت يتفتت يتفتت، لدرجة ان المستنصر ده بدأ الحكم وهو عنده 6 7 سنين. فلما بدأ وهو عنده 6 7 سنين، هنا بقى ام عمك المستنصر ده مع الوزير اللي معاهم، فمعرفش المستنصر يقبض على الامور خلاص، لانه طلع في حضن الام، والام هي اللي بتتحكم وتشيل وزير وتحط وزير وتشيل حاجه بتاع صبية. كانوا بيسموهم سلاطين تحت الخلفاء. فالدوله فكت خالص. ففي سنه 65 بقى، مع 1065، مع كل الحاجات اللي بتحصل على اطراف الدوله، حصلت مجاعه. الميه ما جاتش، النيل ما جابش ميه، الزرع ما اتعملش، ما فيش اكل. شوف من بشاعه ما حدث، انا يكفي حكايتك حكيت لك حكايه الكلب دي، لكن
يعني في ست باعت مثلا عقد ليها بألف دينار، ألف دينار ده رقم كبير جدا، لأن الدينار هو أكبر من الدرهم، فلما نقول ألف درهم يبقوا كتير قوي، فالدينار ده فالألف دينار ده رقم كبير قوي. فدخلت على راجل قالت له اديني يعني شوال دقيق وخد العقد اللي بألف دينار ده. فاداه شوال الدقيق واصطاد الراجل طيب كده، قالت شيلهولي وديهولي البيت. وهي ماشيه دخلوا عليها بتوع المجاعه، راحوا مقطعين الشوال وكل واحد خد شوال، راحت هي كمان واخده شويه، وراحت عجنتهم وعملت شويه رغيفه كده، ثلاث اربع رغيفه صغيرين، وراحت عند بيت المستنصر وعملت فضيحه. قالت لهم في عهد الراجل ده انا بعت عقد بألف دينار عملت بيه الرغيفين دول. اما بقى كانوا بياكلوا ايه؟ كانوا بياكلوا مين؟ فالحقيقه ما اقدرش اقول لكم بصراحه، اللي عايز يعرف يفتح ويشوف كان بيحصل ايه في هذه الشده. اللي بقى المستنصر لما لقى الدنيا بايظه منه خالص راح باعت لبدر الدين الجمالي. بدر الدين الجمالي ده يقول لك ان هو كان والي عكا، هو كان امير الجيوش في الشام، بس كان شخصيه مميزه، شخصيه قويه، قاتل وفي نفس الوقت بنى الدوله. يعني ما اللي حصل ان هو لما دخل طبعا طير كل الاتراك اللي موجودين دبح 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 وجيب الجيش بتاعه، لكنه قدر ينقذ البلد من الازمه الفظيعه اللي هي فيها. قدر يشيل الضرايب خالص عن الفلاحين، وقدر يخلي الجيش اللي موجود ينزل يزرع مع الفلاحين، وقدر يعمل بقى قنوات ميه وبتاع وحاجات زي، حسن الدوله جدا. اقول لك كانت الدوله ميزانيتها قبل ما يجي بدر الجمالي كانت ميزانيه الدوله 2 مليون دينار، هو في سنه واحده خلى الدوله دخلها بقى 300 مليون دينار، فحسن الاوضاع خالص واستقرت البلاد على كده. وفضلوا لغايه ما بدر ده مات والمستنصر مات، وبعدين مشيت الدوله. لكن الشده المستنصريه شيء بيقول لك قد ايه الشعب ده قاسى بسبب بعض الحكام وبسبب الظلم اللي كان موجود في الحكم. فهتلاقي في الدوله الفاطميه في حكام كانوا كويسين، يعني في حكام عملوا حاجات كويسه كتير، وفي حكام راحوا بينا في 60 في 70 داهيه. ده اللي حصل في الشده المستنصريه باختصار. مش عايز يعني اعمل لكم ازعاج، لكن عايزكم تتفرجوا على المنظر ده. وانا بس عايز اشتكي شكوى صغيره كده على الماشي، ان في جددوا المكان ده حلو جدا، لكن عملوه بالجرانيت، وده لما ينزل عليه شويه ميه اي حد ماشي يروح متزحلق. فيعني احنا لو كنا ايام بدر الجمالي كان عمل دي حجر. فبدر الجمالي يعتبر من الناس اللي جم عملوا حاجات كويسه. لكن انت بتيجي تسال نفسك في التاريخ، هل دول كانوا بيعملوا حاجات كويسه ليهم ولا للشعب؟ اسال بقى انت نفسك وجاوب. لان طبعا بعد بدر الجمالي ما مات جه ابنه بقى هو الوزير، وبعد كده العيله برضو استمرت دايما. وهتلاقي هقول لك حاجه، استنى هقول لك بقى اسمه صفات بدر الجمالي. يعني احنا دلوقتي بنقول اسمه عادي كده بدر الدين الجمالي، لا لا ما كانش حد يقدر يقوله كده. واحنا برضو احتياطي لان هو مدفون هنا في قبه اسمها قبه بدر، فاحتياطي انهم نقف كده عشان نبقى مؤدبين، لان تكون روحه في المكان، لان ده راجل صعب السيف على طول بيطلعه. بدر الدين الجمالي السيد الاجل امير الجيوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنصري وزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. صدق كل ده لقبه. علمونا إيه؟ إن كل ما زادت الألقاب كل ما ده يبين إن الحاكم ده محتاج حاجة تسنده، لأنه برضو بدر الجمالي مش هو الحاكم، هو في إيده كل حاجة، لكن المستنصر ده سنين طويلة يحطوا الخليفة ديكور كده. في حاجة أخيرة بس عايز أقول لكم عليها، أنت بتشوفها من مناطق كتير هنا في الجمالية، وهي الجامع بتاع الجيوشي. في قبة هناك كده، قال لك القبة دي كان في الغالب
انها كانت مكان بيراقبوا فيه الجيوش اللي جايه، بس هم عملوها على هيئه جامع كده عشان تبان خدعه، يعني ما يبقاش حد عارف مين اللي بيراقب ان ده برج مراقبه. وفي ناس قال لك لا، دي القبه دي كان عاملها بدر الجمال عشان يندفن فيها في اعلى جبل المقطم، لان حط كده دايما، حط دايما اعتبار عندك ان جبل المقطم في روايات كثيره جدا في عمق التاريخ ان الجبل ده ليه علاقه بالسماء وبالله وحاجات زي كده، واللي يدفن تحته بينفد، ولذلك في ناس كتير بنت مقابر مخصوص تحت جبل المقطم، ومن ضمنها مقابر البساتين دي تعتبر في يعني في ظل جبل المقطم. فبيقول لك ان بدر الجمالي حط فوق جبل ده كله راح عامل ديت، لكنه ما دفنش في هذا المكان. دي قصه سريعه مختصره عن باب النصر وباب الفتوح وجزء من تاريخ الدولة الفاطمية في مصر. وكل ده أزيل لما جه صلاح الدين أيوبي ونقل مصر من المذهب الشيعي الإسماعيلي إلى المذهب السني، ودعا دعاء طويل للخليفة العباسي في جامع عمرو بن العاص. اهلا بحضراتكم مره اخرى، السيده سناء من بني سويف، جاي من بني سويف مباشره. الحمد لله على السلامه. اهلا بيكي. ربنا يعزك. نحب نعرف القصه من الاول. هو حضرتك يعني ما اتعلمتش وانا صغيره؟ انتوا كام اخ وكام اخت، والاب كان بيشتغل ايه، والام يعني احكي لي شكل العيله كده اللي تحبي تحكيه. لا لا هحكي. احنا ما شاء الله 10 اخوات، 5 اولاد وخمسه بنات. ما شاء الله. انا اكبرهم. كويس. فما يعني الاب يفلاح. ارض. اجري. ايوه. انفار. كويس. والام بتربي كفايه عليها العشر. كويس. انا في بسكن في عزبه. ترتيبك كام في العشره انت؟ انا رقم واحد. رقم واحد. طب كويس، انت قلتيها من شويه بس. طب كويس. السبب اللي خلانا ما اتعلمناش واحنا صغيرين، احنا بنسكن في عزبه تتوسط 4 عزب، ما فيش لا مدارس ولا وحده صحيه ولا اي حاجه حتى لحد دلوقتي. العزبه دي تبع المركز ناصر لغايه دلوقتي، قريه الشناوي. ايوه. هي تبعد عن اول قريه او اول مركز عادة. حوالي كيلو. كيلو مش كتير. كيلو لا، بس ما فيش مواصلات. وبرده طريق زراعة صعب. ان حد يروح، اطفال صغيره تروح او تيجي عليها. لا الاطفال الصغيره ما ينفعش. طيب ما احنا بنبدا الدراسه من امتى؟ مش من سن صغيره. طبعا. ماشي. هم 4 عزب على خط مستقيم غير مستفادين بالتعليم، يعني اولادهم بيروحوا القريه الثانيه نظرا بقى للكثافه وبعد المكان، فيه اللي بيودي عياله وفيه اللي ما بيوديش. المايه والنور دخلونا في 92. انا وانا عندي 13 سنه لقيت ورقه فيها الحروف الابجديه حفظتها. كلكم ما اتعلمتوش لحد سن معين؟ كان كلنا ما اتعلمناش، بس اول ما بدانا من اخواتي الولاد، اول ولد فيهم بدانا بقى نوديه. ما جه الولاد بقى اختلفت. لا مش اختلفت ولا حاجه، هو انا كنت وقتها كبرت وحسيت ان في فرق، بدات اقول لا لازم يتعلموا. فالمكان كان بعيد، كنت انا باخد اخويا وديه وارجعه. كويس. لما اتولدوا الولاد كنت انت بداتي تشتغلي ولا بداتي تعملي ايه؟ لا يعني كان عندي حوالي 13 سنه 12 سنه كده. ده اول يعني. ولد جالكوا بقى. عملتوا معاه ايه لما كبر بقى ويروح مدرسه؟ لما كبر قلت لا لازم يروح يتعلم. طب المكان بعيد، قلت لوالدتي انا هوديه واجيبه. بس انت كنت ما اتعلمتيش. لا ما كنتش اتعلمت، بس حاسه بفرق التعليم. منين؟ يعني منين؟ في التلفزيون يعني بنتفرج ونشوف ان في ناس متعلمه، في ناس مش متعلمه. في فرق بين المتعلم واللي مش متعلم. هي حاجه ربنا فطرها فيها ان انا يعني كان في برضو بعض الناس بتودي ولادها.
كان ليا في واحده من سني فكنت بشوفها الصبح تروح المدرسه، فكنت بموت كل يوم وانا بشوفها تمشي وانا قاعده انا لغيت وشغل البيت والكلام ده كله. بس لما حفظت بقى الحروف لقيتيها بالصدفه، لقيتها بالصدفه، اديتها لي واحده قريبتي ورقه فيها شايفه فيها حروف، وريتها لوالدي، والدي بيعرف يقرا ويكتب فحفظها لي لحد كده. ووقفت لما جه بقى اخويا ده بدا والدي يعلمه. كان بيحط لمبه بجاز مفيش كهرباء، مفيش كهرباء، وبدا يعلمه ازاي يشبك الحروف ويقرا. انا اتعلمت اقرا بس ما كنتش اعرف اكتب. فضلت على الوضع ده لحد ما كان عمري حوالي 16 سنه. جت واحده عندنا من الشنويه فبتقول لي ان في فصل محروم. بتودي اخوكي للمدرسه كل يوم بتجيبيه؟ كنت بوديه لحد ما بقى كويس يعني، بكمل يعني سنه تانية وكده، بدا بقى يروح ويجي. خلاص بيروح لوحده بقى. حفظت بقى الحروف وكده لحد ما جت واحده قريبتي عندنا من من الشنويه فبتقول لي ده في. كنت انا وقتها اتعلمت بقى الرسم على ورق البردي، بروح اجيب من بني سويف وارجع، وده برده كان بصعوبه يعني، ازاي انا مش متعلمه واروح واجي والكلام ده كله، كان صعب جدا على والدتي. بس والدي كان متفاهم يعني، كان حاسس ان هو ايه معلمنيش او كده، وانا عندي رغبه. طب ما هو يعني مش ما كانش بيحب يزعلني. فتعلمت الرسم على ورق البرد، بقيت اروح يوم في الاسبوع اودي الشغل وارجع تاني. بس لسه ما بتعرفيش تكتبي؟ ما بعرفش اكتب، هو انا بعرف اقرا بس ما بعرفش اكتب كويس. جبت الورق وبقيت اشتغله في البيت واروح اسلمه يوم في الاسبوع، لحد ما جت البنت دي عندنا فبتقول لي ده انا دخلت فصل محو اميه. فطبعا انا كنت بسمع عن فصول محو الاميه وكده، فروحت قلت لها طب ايه فصل محو الاميه؟ قالت لي منه هتروحي داخله اعدادي. قلت لها طب انا عايزه اعمل كده. رحت اديتها، حتى انا كنت من سواقه القدمه، ما كانش ليا شهاده ميلاد، اديتها شهاده ميلاد اختي اللي اصغر مني بسنه، اخدتها من وراهم واديتها لها. راحت ورقه مش بتاعتك؟ مش بتاعتي، ما هو انا سواقه اعمل لهم ايه. رحت اديتها فعلا. ليه انت ما عندكيش شهاده ميلاد؟ لا ما كانوش مسجليني. كانوا متخيلين ان انا هموت وانا صغيره، فما اعرفش بقى ايه اللي حصل. فاديت لها شهاده الميلاد، راحت اديتها للمعلمه بتاع الفصل، قالت لها طب انا ممكن اشوفها مره. وانا نازله اسلم ورق البرد عديت عليها، جابت لي كتاب قرات، قلت لها بس مش هعرف اكتب. قالت لي هتاخدي الكتب في البيت وافضل بقى اكتب كتير واقراي كتير وانت كويسه هتنجحي. مع نفسك كده؟ حلو قوي. قعدت على الوضع ده سنتين، كانوا بيمتحنوا على نظام. قعدت سنتين مع نفسك؟ ما هو كان اخوك الصغير بيساعدك؟ لا يعني ما اصل هيساعدني في ايه؟ ما هو كان لسه برضه صغير. لسه صغير. بس ما انا كنت بعرف اقرا يعني، عايزه بس اشغل ايدي ازاي. شغلت ايدك؟ قعدنا سنتين، كنا امتحنا سنتين يعني، كان مستوى اول ومستوى تاني. بس نجحت. بعدين جه الجيش فتح عندنا فصل محو اميه، فجه عسكري، راحوا اخواته بقى اخواتي البنات بقى اللي ما تعلموش، اللي وراكي بقى. راحوا دخلوا معاه عشان ايه يتعلموا كويس، فلقى اسمي مشابه ليهم، فسالهم لكم اخت ممتحنه وناجحه؟ قالوا له ايوه. فبعت لي انا، رحت قلت له انا والدي ووالدتي مستحيل ان هم هيوافقوا، انا نفسي اكمل بس هم مستحيل يوافقوا. راح جالهم البيت وفضل يتكلم مع والدي ووالدتي، اقنعهم ان يقدموا لي في اعدادي. وعملوا لك ورق جديد بقى؟ عمل لي هو. عمل لك شهاده ميلاد؟ لا، هي شهاده الميلاد دي. هي ما الفرق بيني وبينها سنه. وهم بينادوها باسم تاني غير الاسم ده. يعني هم هي كانت مكتوبه سنه، يعني فضلت ماشيه بينادوها بهيام. بس رحت ايه قدموا لي وكده منازل. طيب كويس. برضو المكان بعيد، عايز اخد درس، جبت الكتب وقعدت اذاكر مع نفسي اللي فهمته في الاعدادية. اولى اعدادي؟ اولى اعدادي. لقيت الدنيا بدات تقف معايا في الرياضيات والانجليزي طبيعي. قعدت اتحايل على والدتي لما بدات اخد دروس، بقيت اروح الدرس وارجع. في العزبه عندكم؟ لا، في العزبه ما فيش. تخبطي مشوار؟ لقيت الوضع. تشتغلي بقى ولا في البيت بس؟ تشتغلي في الغيط وكده؟ ايوه، كنت بروح الغيط، بعرف اعمل كل حاجه. يعني غيط مش بتاعكم؟ كنت تشتغلي بقى؟ لا، جدي كان عنده غيط وقتها، بس كانت ارض الاصلاح الزراعي. كويس. فاتسلمت. يعني قصدي كنت بتكسبي؟ لا، ما احنا ما كنتش بطلع اشتغل عند حد، انا كنت بروح اساعد والدي. تمام، يبقى بتساعدي. كنت بساعد والدي. تمام. وكنت بعمل اخبز لوالدتي في البيت. تمام. لحد بقى ما خلاص والدتي اقتنعت، ورحت اخد درس اللي بدفع منه فلوس الدروس ورق البردي. لحد نص السنه وحصل ضرب في السياحه، ورق البردي وقف. ما حدش عايز منك ورق بردي. عملت ايه؟ دورت على واحد محامي اشتغلت معاه. ورحت مكتبه سكرتيره كده. لا، كنت بروح معاه المحكمه. انا كنت اطلع له على جلسه، ما انا خلاص بقى اتعلمت. اطلع له على جلسه، اجيب رول بتاع جلسه، اقدم عريضه كده يعني. اتعلمت الشغل نص الاداري. نص متر. اللي هو بس ما مش بقف قدام المحكمه. طيب كويس. رحت ومكتبه كان فين ده؟
في الشنويه عندكم؟ لا مش في مش في العزبه كيلو. بتاعتنا كنت بمشي كيلو مش مشكله. اقتنعت اقنعت امي وقعدت مع خالتي، كان جوزها بيسافر بيشتغل في الغردقه، اقنعت امي ان انا افضل قاعده مع خالتي لحد ما جوزها يرجع وبعدين اروح الاسبوع اللي هي بتجي اروح واجي اروح واجي. حلو قوي. فضلت قاعده معاها ايه حوالي 6 سنين، الثلاثه اعدادي وثلاثه ثانوي. في مكتب المحامي. مكتب المحامي فضلت شغاله فيه لحد ما امتحنت اولى ثانوي. بعديها اخويا قدم لي انا لما خلصت اعدادي قلت مش عايزه منازل تاني، تعبت لان انا بشتغل مع المحامي الصبح وبعد الظهر بلف على الدروس وبالليل بتكفي تاني على ورق البرد. لان كانت يعني المحامي كان بيديني كام 40 جنيه ورق البرد، كنت بكمل منه اللي هو انا اجيب لبسي او هجهز حاجه. انا كنت اخد 40 جنيه في الشهر. 40 جنيه في الشهر. انت عارفه الكلام ده كان سنه كام؟ كان سنه كام؟ انا بدات في 97. 97 بدات ان انا اشتغل مع المحامي في 97 كويس. هو كان بدات بقى وقتها. انا اخدت اعدادي في 2000 و2003 اخدت الثانويه العامه. الثانويه العامه اخدتيها ازاي بقى؟ ده ما انا اقول لحضرتك خلصت اعدادي وجيت وزاره التربيه والتعليم عشان كنت كان عندي امل اقابل الوزير ان انا حد مكافح ومحو اميه وهيسمعوني وكده يعني. فما عرفتش ادخل، اللي راحوا الموظفات هناك قالوا لي طب بصي لو انت تعبتي من المنازل طب ادخلي مدرسه التجاره اللي هي بمبلغ رمزي بس بعد الظهر. طب انا نفسي انا عايزه ادخل الجامعه، انا ايه دخلني تجاره؟ ما لقيتش حل بقى، رحت راجع قلت لا هقدم ثانويه عامه منازل. وفعلا قدمت ثانويه عامه منازل 15 ماده بقى لو حضرتك تفتكر في سنه اولى. معاكي معاكي مدرسين بقى بيدوك دروب؟ كنت بروح. منين بتجيبي فلوس؟ ما انا كنت هقول لحضرتك اهو، انا كنت باخد في المواد اللي هي الدسمه، انما المواد الثانيه كنت بحاول انا اذاكرها لنفسي. ما 15 ماده انا لو لقيت الفلوس. انت كنت ايه، ادبي ولا علمي ولا ايه؟ لا كنت ادب، هو كان نفسي ادخل علمي بس طبعا في كل اللي انا فيه ما كانش ينفع. تاخدي في مواد الدسمه اللي هي الانجليزي مثلا، العربي الانجليزي العربي الفرنساوي الرياضيات كده يعني. بس بقيت المواد كنت بجيب الكتاب ومع نفسي بقى. ربنا اكرمني وبعد اولى ثانوي اخويا جات مسابقه كان عاملها دكتوراه في عبيد، وقتها كان رئيس وزاره، فقدم لي ورقه فيها. فقلت له يعني هم يسيبوا الناس كلها وياخدوا اختك بالاعداديه؟ قال لي طب يا شيخ يمكن يسيبوا الناس كلها وياخدوا اختك. دي وظيفه. وظيفه. المهم ايه، وانا بامتحن ثانيه ثانوي لقيته جايب لي الجواب وبيقول لي بصي هم سابوا الناس ده كلها بتاع الحكومه وخدوا اختي. عينوكي؟ عينوني. هو وقتها كان طارق اخويا ده اللي هو انا كنت بوديه واجيبه، فبدا هو لما انا كنت بقعد مع خالتي واجي اروح عندنا البلد هو اللي كان بيوديني ويجيبني. بس فراح ايه جاب لي الجواب وقال لي بصي هم سابوا الناس كلها وخدوا اختي. هو وقتها كان معاه دبلوم، وكان انا قلت له لازم يعني ايه ما دخلت الثانويه عامه يبقى لازم تدخل الجامعه عشان تبقى حاجه كويسه. هخلص اعدادي خلص دبلوم وراح داخل معهد، من المعهد بعديها عمل معادله ودخل الجامعه. فهو وقتها كان مقدم بالدبلوم ومقدم بالمعهد ما جاتلوش، وجا جوابي انا بس. راح جالي قال لي بصي خاف مساب الناس كلها وخدوا اختي. توظفتي؟ وظفتي برضه في البتاع دي في القريه بتاعتكم دي؟ لا انا توظفت بقى في المركز نفسه. في المركز بتروحي ازاي ده؟ ما انا كنت لسه مقيمه مع خالتي برضه اللي انا ما بروحش. من المركز ولا في المركز؟ في المركز نفسه. حلو قوي. اللي انا كنت بروح لعند امي ايه الايام لما جوزها يجي او تمكر عليا تقول لي خلاص مش هتقعد عند خالتك هتيجي كل يوم كده يعني. ربنا اكرمني بقى واستلمت يعني الشغل. بتلعبي 3 ورقات برضه شغلانه يعني حاجه صعبه. الحمد مش لله. المسائل ما كانتش سالكه كده. الحمد لله. بس خالتك دي تشكر والله. والله خالتك ما عندهاش ولاد؟ عندها ولاد وكان معاها بنت. بس هي ست طيبه. هي كانت يعني ايه كانت حطاني هدفها. والله بصراحه هي مش متعلمه. ما كانتش متعلمه هي بس تعرف. فشافت املها فيكي. بالظبط كده. فكانت كانت مقاتله ورايا. يعني كنت اجي في وقت اقول لها انا تعبت تقول لي لا اوعي تقولي تعبت. انا لازم اشوفك معاكي دكتوراه. وجوز خالتك مش متضايق من الحكايه دي؟ لا 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 حد طيب جدا. طيبين جدا. الحمد لله. كويس. اتوظفتي بكام بقى؟ اتوظفت 2002. مرتب 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 ما كانش مكمل 100 جنيه وقتها. وقعدنا سنه ما نقبضش. اتوظفت على درجه عامل خدمات معاونه. يعني ايه عامل خدمات معاونه؟ يعني فراشه بمعنى اصح. اوكي. انا اسف بس لا 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 عادي ده حاجه تبان ليها علاقه بال نيابة والبتاع كلمة معاونة دي. يعني عشان معاون نيابة. رحت ايه بقى اشتغلت في مدرسة؟ لا مش في مدرسة، في التموين. انا شغالة في التموين. تقدمي شاي وقهوة مش كده؟ كويس. ما كانوش بيعملوا معايا كده بصراحة يعني احترموني ان انا مكافحة والكلام ده كله. تروق المكاتب والحاجات دي؟ لا 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 يعني كنت بساعد زميلي في حاجة اودي اوقات افتح انا الادارة لحد ما حد يجيلي
ممكن انقل ورقه من مكان لمكان، اخد بوسطه اوديها. كويس. لو الدنيا زنقت او مدير شادد ممكن يخليني اعمل كده، انما بس في اغلب الاوقات فعلا كانوا كلهم بيحترموا ان انا حد مكان. كنت تفتحي بوفيه تتكسبي منه؟ كان في زميلي فاتح بوفيه بس اتكسب منه، دي ما كانتش في دماغي انا، كل هم ان انا اذاكر عشان عايزه. كويس. بس خلصت الثانويه العامه معاهم. نجحتي على طول؟ بفضل الله كنت بنجح على طول. دخلت كليه ايه بقى؟ دخلت كليه حقوق، انا كنت جايبه 80% ناقص حاجه صغننه، حقوق كانت بتاخد نظامي 70%. رجعت بقى للمحامي اللي انا كنت شغاله معاه، فراح قال لي يا بنتي انت دماغك حلوه وبتحبي القانون، فادخلي حقوق حتى لو ما كملتيش في وظيفتك هتمسك المكتب. رحت فعلا دخلت حقوق. حقوق ايه بقى؟ بني سويف. بني سويف سهله. اخدت الليسانس 2007. اثناء الدراسه في الحقوق كنت بتروحي وتيجي ازاي؟ ما كنتش بروح واجي ولا حاجه، يعني عايزه اقول لك انا كنت ممكن لو مدير كويس مش شادد معايا يديني يومين اروح فيهم اخطف في المحاضرات، فكنت ببدل الايام عشان اعرف اتجاه كل دكتور بيتكلم ازاي. انا ربنا ده لانك انت اثناء دراستك في الحقوق انت موظفه. ايوه. بتمضي حضور وانصراف ومحتاجه المرتب. ومحتاجه المرتب، احنا قعدنا سنه ما نقبضش وانا في الثانويه العامه. فعمل ايه؟ فقدت شغلانه المحامي، رجعت بقيت اشتغل في ورق البردي، وفتحوا لي فصل محو اميه. العميد وحيد الفشن الله يرحمه كان ماسك هو الهيئه عندنا في بلدكم؟ في بلدنا. في عزبتكم؟ لا مش في عزبتنا، العزبه اللي فتحت جنبي. فتحت في القريه نفسها. ده انت بتدرسي فيه؟ كنت بدرس فيه. ايوه. سلام، ده الدنيا اتطورت خالص. كويس. لحد ما كنت بتاخدي فيه فلوس؟ كان ايوه كنت باخد فيه فلوس. كانت حاجه بتساعد مع ورق البرد، لحد ما جت بقى الفلوس التانية بتاع الحكومه اللي متجمده حوالي 1000 جنيه وقتها او 700 جنيه. كان رقم. كان رقم حلو. كان مبلغ وقتها قضى مصلحه. وبعدين يا سناء؟ وبعدين سويت بقى بالليسانس. انت لغايه دلوقتي انت ورقك مزور، عملت ايه في ورقك؟ لا اختي بقى. عندك مشكله جامده جدا. لا مش مشكله ولا حاجه. هي بس انا انت يعني انا اصغر من سني، مش شخصيتي. انا اصغر من سني بس بسنه، مش كتير يعني. لا بس شهاده الميلاد فيها اسمك انت؟ فيها سناء. ايوه. بس التاريخ يعني مش مشكله. لا ما هي التاريخ بس. اختي دي بقى راح والدي جوزها، يعني هم كانوا بينادوها باسم مستعار في البيت، بينادوها بهياء، فراح جوزها بهياء، اذا هي ورقها ماشيه هياء. رحت سننتها وطلعت لها بطاقه وظبطت لها الدنيا. تمام، يعني انت دلوقتي عندك سنة. طيب حلو تمام. وبعدين بقى؟ وبعدين انا اتجوزت بعد الثانوية العامة على طول. دي بقى حد قريبك ولا زميلك؟ ابن خالتي. كان متابع هو التطور وكان موافق عليه؟ ايوه. مبسوط ليه؟ هو متعلم؟ معاه دبلوم. كويس. بس ربنا اداني تقى بعد وانا في تانية جامعة. تقى؟ تقى. كويس. وربنا اداني حبيبه بعد ما خدت الجامعه على طول. خدتي الاربع سنين؟ خدت الاربع سنين. فضل كنت حقوق؟ وكنت بتروحي يومين في الاسبوع؟ كنت بحضر، يعني كنت بحاول ابدل الايام عشان اعرف كل دكتور بيتكلم ازاي. تعرفي سكته بس؟ بس بالظبط كده. وبعدين اصلا يعني القانون دراسته لذيذه وكله مترتب على بعضه، فمحتاج بس ان انا اعرف الدكتور بيتكلم ازاي وبعديها. خدتي بقى ليسانس بقى خدتيها سنه كام دي؟ خدتها 2007. ايه بقى حسيتي بيه بقى؟ انتصار ساحق. اكيد طبعا. ممكن اسالك لما اخدتيه كان عندك كام سنه؟ كان عندي 30 سنه. كويس جدا، يعني مش فرق سنين طويله. الثانويه العامه كان عندي 26 سنه. وبعدين بعد الليسانس ما عملتيه؟ بعدين ريحت شويه، ربنا اداني حبيبه. كويس. قعدت سنتين انام واحلم ان انا بامتحن. طب انا بامتحن ايه تاني؟ ما كانش في تفكيري اصلا ان انا اعمل دراسات. كنت بتشتغلي بقى؟ سويت بقى بالمواعيد. لا سويت. اترقيتي بقى لما اترقيت؟ ايوه لما خدت الليسانس خلاص. لما خدت الليسانس ايوه سويت. يعني سؤولك عملوا لك عملوا له تسويا على درجه باحث شؤون اداريه. قعدت بقى انام واحلم تاني انا بذاكر. هو في ايه؟ انا كنت بقابل بنات بتاع الدراسات العليا وانا لسه في الدراسه، يعني انتوا بتعملوا ايه شايلين كتب بعد الظهر؟ لا ده احنا بنذاكر دراسات عليا. اقول لهم هو اللي يفلت من حقوق يرجع تاني؟ بس انا فعلا من جوايا حابه الدراسه. كلمت حد من زمايلي فبقول له ايه، انا كل ما وانا سبحان الله كل ما انام احلم ان انا بذاكر. قال لي طب ما اعمل دراسات عليا. طب ده صعبه فيها شفا وفيها تحرير. قال لي ولا اي حاجه، انت اللي خلاكي من محو اميه اخدت الصنص ده، الدراسات العليا يعني عليكي مش هتبقى صعبه. فعلا رحت قدمت، دخلت دبلوم قانون عام الاول وربنا اكرمني. يعني ما كان بنقدم على. طب انت عارفه بتعملي كده ليه؟ ليه بسالك؟ انا بعمل كده عشان انا حابه العلم. في حاجه جات لك في دماغك؟ جات لك لازم انت هتمتحن؟ سبحان الله.
أخذت يعني مش فكرة انك تترقي في شغلك انك لا لا، انا وانا لما دخلت الثانوية العامة ما كنتش عارفة ان انا هشتغل او هتوظف. وبعدين انا لو قصة شغلي عند الثانوية العامة، انا رحت عشان اسوي، قالوا لي مالكيش غير تسوية واحدة. حبيت ان انا افضل على الدرجة العمالية الخمس سنين افضل من ان انا اسوي بالثانوية العامة واقعد. اه لو سويتي بالثانوية العامة واخدت الفرصة مفيش تسوية تانية؟ ما كانش هيسووا لي تاني. ده قانون غريب قوي. اه ما اعرفش هم قالوا لي كده وقتها. مالكوش غير تسوية واحدة؟ قال لي مالكيش غير طب تسوية. طب افرضي واحد اترقى في العلم ومش بقى شاطر سبحان الله ما اعرفش هم ده اللي فانت ما رضيتيش تترقي بالثانوية العامة؟ لا ما رضيتش. هتاخدي الليسانس؟ اه قلت هاخد الليسانس. كويس. مع ان قعد وقتها في بعض الناس قالوا لي طب هو فعلا يعني الفرق في المرتب بيني وبين زميلتي اللي بالدبلوم، هي فرق حافز الماجستير 80 جنيه. بتزيدي 80 جنيه؟ هي زدت ال 80 جنيه بس اللي هي لما خدت الماجستير. لما خدت الماجستير حافظ الماجستير، انما مرتب زي مرتبها مفيش فرق، بس هي فرقه في الدرجه الوظيفيه بس اللي هو المسمى الوظيفي. لا ولما تكبروا كمان في المناصب لما تبقى في يعني بيبقى في افضليه. لا هي المحليات رواتبها عدنان. المحليات محليات كفايه اسمها. محليات اه الحمد لله. بس اهو احنا بنقول احسن من غيرنا. انا ببص لغيري اتعلم وما اشتغلش وانا ربنا اكرمني. طب خدت الماجستير امتى بقى؟ خدت الماجستير في 2011. 2010 اخدت دبلوم القانون العام اللي هي بتدي الماجستير، و2011 عملت علوم اداريه. وبعدين بس لحد كده وقفت لان انا نفسي اعمل دكتوراه، بس مش هنضحك على نفسنا. الدكتوراه عايزه مصاريف. كنت بتدرسي ماجستير وحقوق وانت مخلفه؟ اه يعني وست بيت. اه وجوزك بيشتغل يعني تطبخي وتعملي وتروحي شغلك ارتحتي بقى دلوقتي؟ والله مش ارتحت، هي الدنيا ما فيهاش راحه. بس هو انا هو في مقوله بتقول نهيمان لا يجبعان، طالب علم وطالب مال. فانا لحد يعني دلوقتي سني 42 سنه او 43 سنه ونفسي برضو اكمل تعليم. وعندي امل ان انا هعمل دكتوراه وادرس في الجامعه او اسافر بره، او حلم زي الحلم اللي كنت من ما فيش وبقيت سنه. طب وايه اللي حيشك في عن الحلم؟ اللي حيشني حضرتك يعني ما زي ما بقول لحضرتك جوزي شغال يعني شغلانه على القد، يوم اه يوم لا. انا موظفه محليات مرتبي ما يتعداش ال 3000 جنيه وعندي اولاد، يعني عندي تقى اولى ثانوي، حبيبه في اولى اعدادي، رميساء في ثالثه ابتدائي. وحضرتك شايف المصاريف بتبقى ماشيه ازاي. الدكتوراه دي عايزه فلوس. عايزه فلوس تشيل الدنيا صعب. انما انت مش مستبعده؟ لا لا. بيقولوا لك دكتوره في البلد عندكم؟ ولا بيقولوا لك متر؟ ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. انا متوقع انا سناء انا اختهم مش فارق معايا. ولما هبقى دكتوره مش هبقى على اهلي، انا مش حاسه يعني لا بالعكس حاسه التغيير عليهم. لما الاهل يقولوا لبنتهم يا دكتوره بيبقوا هم فخورين بيكي. كلهم بيعتزوا بيا بيبقوا فخورين بيكي. بس هو انا مش حاجة يعني انا برضه هي سناء البسيطه اللي في وسطيهم اللي كانت بتخبز وتكنس وتروح لغايه هي. طب قولي لي بقى اخواتك بقى مين فيهم اللي اتعلم؟ اتعلموا اخواتي الولاد كلهم. كم واحد الولاد؟ الولاد اربعه؟ احنا لا خمسه. خمسه وخمسه؟ اه ما شاء الله. يعني الخمسه اتعلموا ايه بقى؟ طارق الكبير اخذ كليه التجاره. وعبد الباسط برضو زيه. اما الولدين الثلاث ولاد التانيين توأمين دبلومات، وولد تاني دبلوم برضو. يعني الاولانيين خدوا بكالوريوس؟ لا اكبر واحد اللي خد بكالوريوس واصغر واحد. اصغر واحد والباقيين خدوا دبلومات. اما اخواتي البنات بقى بدات ان انا ايه عايزه اعلمهم. اما هم اتحرروا من الاميه وقت اللي سال عليا فيه العسكري بتاع الجيش ده. وبعدين اتجوزوا. طيب عايزين نكمل يعني. منهم واحده هيام دي اللي اصغر مني. عايزه اقول لك دي كان بيجي لها اكتئاب من يعني ايه، هي عايزه تغير عايزه تجدد. قلت لها تعالي احنا هنخليكي تكملي تعليمك. طب هم برضو صعب اهل جوزها يوافقوا. طب هنعمل ايه؟ اول ما ابنها دخل اولى اعدادي قلت لها تعالي هنقدم لك ورقك هو نظامي وانت منازل، يجي بالليل ذاكروا مع بعض. بقت تنزل عندي الثانويه تقول لهم ده انا رايحه ابني بياخد درس عند واحده منتقبه وهي مش بتدخل ولاد عندها، وتروح تاخد الدرس. فضلنا على الوضع ده لحد ثالثه اعدادي. من غير اهل جوزها ولا من غير جوزها؟ من غير اهل جوزها. لا جوزها مسافر احنا قلنا اه جوزها مسافر. عملت من ورا اهل جوزها. اتكشفت امتى بقى؟ في ثالثه اعدادي ظبطوها. خربوا الدنيا بقى. اتصل علي انت خليتيها ما اعرفش ايه تطلع وتدخل، احنا مش عايزينها لا تروح ولا تشتغل ولا تعمل. والكل عداني وراحوا طردنا. راحت امي اتصلت علي حلو كده انت خربتي بيت اختك. قلت لها بقول لك ايه، انا قاعده في شقه اوضتين وجوزي ابن خالتها، هي تاخد اوضه بعيالها وانا اوضه بعيالي.
واتصلت على والدي وقلت له نفس الكلام. راح والدي بقى اتحمق على امي واتصل عليها قال لها لا البنت هترجع وتقعد في البيت، وان ما جوش خدوها يعني بعزه نفس ما تروحهاش يعني. انطروا بقى مسافر. وجوزها مسافر، انطروا جم خدوها وردوا بالامر الواقع شويه، وربنا اكرمها بحد مستشار كنا نعرفه، الله يرحمه المستشار علي خلاف من عندنا من الواسطه الله يرحمه. ابنه بقى محمد برضو مستشار، يعني حقق العشره لما عرف قصتها، اخذ ورقه وشغلها في اداره الدعوه الاسلاميه. دي مشكله تانية. شغلتيها كمان دي مشكله تانية بقى، انت كمان شغلتيها، انت ما اعرفش ايه، بتطلع وتدخل وتروح وتيجي بس دلوقتي هي في تانية جامعه في كليه ايه؟ هي اخذت اللي هي تعليم صناعي. بس دخلت تانية جامعه وبتشتغل في اختي الصغيره برضو شرحه، قلت لها يلا مع ابنك داخل اولى اعدادي ادخل. قعد جوزها يتكلم شويه ويعمل شويتين، ضغطنا عليه قلت له مش عايزها انا هناخدها، رضي بالامر الواقع. هي دلوقتي في تانية اعدادي. فاضل واحده؟ لا فاضل اتنين. اتنين لا دول مش في دماغهم، مش عايزين بقى، دول اتجوزوا وخلاص. والله انت ست جميله جدا. ربنا يكرمك. ولما بعرف اي حد عايز يكمل بفضل وراه بقى، يعني هي حاجه فيا كده. طب انت لسه بتدرسي في محو الاميه عندكم في البلد دلوقتي حاليا؟ لا. ليه بقى؟ مش لسه في ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب عندكم؟ هو فيه بس مش عارفه يعني الناس، وانا يعني عندي اقتراح لمحو الاميه دي بالذات، يعني يبقى في حافز للدارس طبعا. يعني فيه ناس ما بقاش مش فارق معاها، هو انا هتعلم ليه؟ اصل ولادي اتعلموا وقعدوا مش بيشتغلوا. طيب دلوقتي يعني الظروف الاقتصاديه تعتبر ممكن نعتبرها دافع اللي تخلي الستات ايه تتعلم ازاي، يعني مثلا حالتهم الاقتصاديه نص نص، ممكن نعمل لها حافز مادي نحفزها ان هي تيجي الفصل وتتعلم، لان مش اغلب مش كل الناس حابه ان هي تتعلم عشان تتعلم بس. صحيح. فرقت معاكي ايه القصه دي؟ فرقت معايا كتير يا استاذ محمود. يعني اكيد معاكي في البلد في بنات ما كملوش، لا ناس وما تعلموش. إيه بتقعدي معاهم ايه؟ اصبح دلوقتي اللي ما كملوش وما تعلموش بداوا يعملوا زيي، والناس اللي ما كانتش بتودي ولادها بتقاتل عشان تودي ولادها. يعني انت اصبحتي مثل في القريه بتاعتكم في العزبه بتاعتكم. الحمد لله. يعني انت مشهوره في العزبه كلها. ايوه يا اسطى، هي العزبه صغيره والاربع عزب اللي جنبينا كلنا عارفين بعض. بس لسه بتعرفي تعملي فطير وكده؟ ايوه. طيب واعرف اخبز تحت الفرن والكلام ده كله. طيب انت شرفتينا وسلمينا على كل اهل الواسطه وبني سويف. ربنا يخليك. احنا بنحب اهل بني سويف جدا، كل الصعيد يعني. الحمد لله. سلمينا عليهم كلهم، وان شاء الله يا رب يدينا اللي يدينا العمر. واقعد معاكي وانت واخده دكتوراه ان شاء الله. يا رب ادعي لي بس. ان شاء الله ان شاء الله. الف شكر لك.